سل أهل العلم، سل أهل العلم، سل أهل العلم. وصدق رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم إذ قال كما في الصحيحين، إذ قال كما في الصحيحين، قال يقل العلم، وفي رواية يرفع العلم، بعدها قال ويظهر الجهل، ويظهر الجهل. ما الذي بعدها؟ قال وتكثر الفتن. هذه من الفتن، بعض الناس يظن أن الفتن في الحروب فقط، لا، هذه فتن، أن يطعن في دينك بشبهة أو ما يشابهها، هذه من أعظم الفتن، لأن فتن قتل النفوس إنهاء للحياة الدنيوية، لكن مثل هذا أعظم وأشد. وإن كانت تلك الفتن تقل خطورتها فهي خطيرة جدا وتضيع مصالح الأمة، لكن أيضا أن تفتن في دينك بأن لا تعرف الحق من الباطل، أو يجعل الباطل حقا والحق باطلا، فهذه من أعظم الفتن. ولذلك ابن حجر رحمه الله تحت هذا الحديث يقل العلم ويكثر الجهل قال ليس المعنى أنه ليس هناك علماء، يقول فيه علماء لكنهم مغمورون لا يؤبه لهم من قبل الناس ولا يسألونه، إنما يسألون المستعلمين، إنما يسألون غيرهم، ولذلك ضلوا فأضلوا. يقول لا يعني أنه ليس هناك علماء، هناك علماء مغمورون، لكن الناس مع الناس، الناس مع الناس، وإن تطع انتبه من الكثرة، ففي الأصل من حيث الأصل الكثرة ليست محمودة، من حيث الأصل، وإن كانت الكثرة قد تكون محمودة في حيون ضيقة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وكثير منهم ساء ما يعملون.